Bonjour les élèves. On va faire un petit appel. أول شغلة قلنا كرابيل صغير إنه أنا دو كور شود فرواد، وقلنا إنه الكور فرواد بيعطي حرارة للكور شود، أما الكور شود ما بيعطي حرارة للكور فرواد. طريقة إعطاء الحرارة اسمها ترانسفير دو لا شالور. قلنا إنه ترانسفير دو لا شالور هي عبارة عن agitation des particules, la chaleur et l'agitation des particules dans le corps durant l'échauffement. Quel corps? Alors, on va voir la vidéo. Elle est composée d'un ensemble de particules. Ces particules se déplacent vite si j'ai un corps chaud et se déplacent lentement si j'ai un corps froid. J'ai dit que j'ai un corps chaud et un corps froid. La première chose que je vais vous mettre dans votre tête, j'ai un corps chaud, un corps froid. Le chaud donne la chaleur au froid. أما الفروة ما نو قادر يعطي حرارة للشو بارد وما نو قادر يعطي لحدا هو بس بياخد. فطريقة إعطاء الحرارة يا أما بتكون كوندكسيون، إذا كنت عم بحكي بكور سوليد هكتب لكم إياها هون مشان تتذكروها، نحن ديجا حكينا عنهم هيدول. كوندكسيون إذا كان عندي كور سوليد، إذا كنت عم بحكي عن انتقال حرارة بالكيد والكونفكسيون وبالهواء بقول الريونمون، يعني بالريون من خلال الأشعة. طيب أنا هلأ شو هعمل؟ حكينا بس هذيك المرة عن الكوندكسيون وعطينا عنها اكزامبل صغير وطلبت منكم تعملوا لي اكسبيريونس. لا كوندكسيون سي لو ترانسفير دو لا شالور ا بارتير ان كور سوليد. قلت لكم جيبوا سيخ حموه حطوه فوق النار خليه يحمى، كونوا مدوبين شمع عليه وحاطين البيناز، كل شوي بتشوفوا البيناز بلشوا يتساقطوا وحده ورا الثانيه، دليل انه الحراره انتقلت من اول التيج لاخره، وصلت لايديكم. فاذا الحراره بتنتقل ولا ما بتنتقل؟ بتنتقل. شو يعني بتنتقل؟ يعني ترانسفير. عمليه الترانسفير بالكور سوليد اسمها كوندكسيون. هذا اكزامبل، مثلا سخنت معلقه على النار، بعد شوي بتوصل الحرارة لإيدي، دليل إنه الحرارة انتشلت بقلب المعلقة. المعلقة هي سوليد ولا ليكيد ولا غاز؟ هي سوليد. فإذا عملية انتشار الحرارة فيها شو اسمها؟ اسمها كوندكسيون. وطلبت منكم أنا تعملوا لي اكسبيريونس صغيرة، إنه تجيبوا سيخ حديد تشعلوا تحته نار، بعد شوي بتشوفوا إنه الحرارة انتقلت كان بأوله وصارت بآخره، يعني محل ما نكون ماسكين وصلت عليه الحرارة. فإذا إذا كان معي تيج أنفير، يعني إذا كان معي سوليد الحرارة بتنتقل فيه، عملية انتقال الحرارة اسمها كوندكسيون. طب إذا جبت تيج بلاستيك يا ترى بتنتقل الحرارة كمان توصل لإيدي؟ جيت جربت الإكسبيريونس لقيت الحرارة لا بتضلها واقفة بمحلها، ما بتنتشر بقلب تيج البلاستيك. فإذا شو استنتجت؟ استنتجت هدول الشغلات. طلعوا هيدا الرزومي فيكم تكتبوه عندكم على الدفتر. أول شيء شو يعني كوندكسيون؟ كوندكسيون هي ترانسفير دو لا شالور، كوندكسيون هيدي الكلمة الأساسية الموكلة اللي عم بحكي عنها. هيدا ريزومي، اوكي حسميه ريزومي، فيكم تحفظوه لحاله وفيكم تكتبوه عندكم على الدفتر مشان يساعدكم تفهموا الشابتر. كوندكسيون هي عبارة عن شو؟ هي عبارة عن ترانسفير دو لا شالور. طيب بس دو لا شالور هذه هي الديفينيسيون خلصت؟ لا، هي منها بس ترانسفير دو لا شالور، بدي احدد وين هو بقلب كور سوليد ترانسفير دو لا شالور ابارتير دو كور سوليد. اذا لكيت بطل اسمها كوندكسيون صار اسمها شيء ثاني، ابارتير دو كور سوليد. طيب هيدي هي الديفينيسيون الحقيقيه اللي لازم نحن نعرفها. فإذا ترانسفير دو لا شالور ابارتير دو كور سوليد هي منها بس ترانسفير دو لا شالور، لازم حدد وين او ابارتير دو كور سوليد. هالسوليد هيدا يا اما بيخلي الشالور تنتقل يا اما لا. اذا خلى الشالور تنتقل يكون اسمه كوندكتور، جاي من كلمة كوندكسيون. كوندكتور مثل الفار، شو بيعمل الكوندكتور؟ ترانسفير دو لا شالور، بينقل حرارة. ما كل السوليد مثل بعض، ما مجرد ما قلتولي هي ترانسفير دو لا شالور ابارتير دو كور سوليد وخلص خلصت. لا، ما كل السوليد مثل بعضهم، في سوليد فيني احكي عنهم بينقلوا حراره، في سوليد ما بينقلوا حراره. اللي بينقلوا حراره اسمه كوندكتور ترانسفير دو لا شالور. طيب اللي ما بينقلوا حراره شو اسمهم؟ اسمهم ايزولان، عازل للحراره.
إذا هالسوليد يا بيكون كوندكتور بينقل ينقل حرارة، أو بيكون شو؟ إيزولان. إيزولان ما بينقل حرارة، لا ينقل، يعني بعده ترانسفير، ما في نقل حرارة، مثل البلاستيك يعني بعده ترانسفير. هذه الباراجراف اللي هلا عم بكتبها بدكم تكتبوها رزومي على الدفتر وتحفظوها مثل اساميكم، بعده ترانسفير. فاذا الكوندكسيون هو ترانسفير دو لا شالور ا بارتير دو كور سوليد. منو كل السوليد مثل بعض؟ في سوليد بتحملوا بينقلوا حرارة اسمه كوندكتور، واللي ما بينقلوا شو اسمهم؟ ايزولان. هيدي هي ريزومي للبارتي. مشان نفهم الموضوع اكثر انا جبت لكم فيديو صغير حطيت لكم اياه مشان نحضره مع بعض كرمال نفهم الموضوع اسرع. Bonjour à tous. Aujourd'hui dans Science Click, اول شغله حكينا عنها انه انا عندي شيء اسمه كور، يا شو يا فروة. كل كور شو او فروة شو في بقلبه؟ بقلبه بارتيكول صغار. هيدا اول شابتر، تطلعوا فتنا على قلب التفاحة ليكوا البارتيكولات الصغار اللي بقلب التفاحة، شفتوهم؟ انا اخذت اكزامبل كور هو التفاحة، فتنا على قلبه لقينا بقلبه بارتيكول صغار. اوكي، اذا كانت التفاحة ساخنة ليكوا البارتيكول اليا اون اجيتاسيون دو بارتيكول، اجيتاسيون دو بارتيكول، تفاحة البارتيكول بقلبها بتحركوا بسرعة بجنوا ليكوا هون هي ساخنة، ليكوا الاجيتاسيون كيف تكون؟ يكون عندي حركة سريعة على البارتيكول. شو يعني تفاحة ساخنة؟ يعني بوم شو. شو يعني شو؟ يعني إليا اون تمبيراتور هوت، ليكون هون التمبيراتور كيف عالية؟ من واطية عالية بالأحمر يعني عالية. فإذا ليكو قد إيه عالية؟ كل ما عالت التمبيراتور أكتر كل ما جنوا البارتيكول أكتر، صار عندي أجيتاسيون أكتر. جينا جبنا تفاحة باردة، ليكو كيف هبطت التمبيراتور؟ شفتوها كيف هبطت؟ صاروا البارتيكول جامدين، ما بقى يتحركوا. اوكي، هو نفس الشيء بالفضاء، عندي كور شو، عندي الشمس مثلا كتير حامية، وعندي كور فروة، عندي كواكب باردة وكواكب حامية. ليكو الكواكب الحامية بيكون درجة حرارة عالية، مثلا هيدا كوكب كتير بارد ناقص 273، شفتوا درجة الحرارة قد واطية تحت الصفر بكتير. درجة الحرارة هون بس تمبيراتور. جبنا ميكروسكوب وحطيناه لنشوف البارتيكول، ليكو كيف جامدين ما عم يتحركوا. فإذا با داجيتاسيون، أو فيني أقول أجيتاسيون دي بارتيكول تري لونت. ليش؟ لأنه كور فروا. كور فروا شو يعني كور فروا؟ باس تمبيراتور. فإذا أجيتاسيون دي بارتيكول لونت. أوكي؟ طيب جينا هيدي أجيتاسيون دي بارتيكول تري لونت، فيكم تكتبوها عندكم على الدفتر الكلمات اللي عم قولهم. فإذا ليكو كور فروا basse température agitation des particules lente. هون تفاحة هي كور شو، صح؟ طيب هلا في هون شغلة صغيرة بدي اياكم تنتبهوا عليها. هون هيدي بوم ساخنة، هيدي قطعة تلج باردة. فإذا حرجع عيد، هيدي بوم ساخنة وقطعة تلج كتير باردة. برأيكم مين بده يعطي حرارة للتاني؟ قطعة التلج بده تعطي حرارة للتفاحة؟ أكيد لأ، لأنه التفاحة هي الساخنة، فإذا هي اللي بدها تعطيها حرارة، صح؟ فإذا خلصنا من أول فكرة إنه إذا كان عندي كور شو يعني هوت تمبيراتور بتكون أجيتاسيون دي بارتيكول رابيد. إذا عندي كور فروا فيكم هدول تكتبوه من وراي، إذا عندي كور فروا يعني تمبيراتور باس يعني أجيتاسيون دي بارتيكول لونت، شفناهم هلا بالميكروسكوب كيف بيكونوا. طيب هلا النقطة الثانية اللي بدي احكي عنها هي نقطة ثانية، انه الشو بيعطي للفروة، التفاحة هي الساخنة، هي بتعطي حرارة لقطعة التلج، هي بتعطي حرارة للشجرة لانه الشجرة كمان باردة. اوكي، طلعوا لي مشان توضح الفكرة اكثر. هيدا كور شو ليكو التمبيراتور قد ايه عالية، وهيدا كور فروة ليكو التمبيراتور قد ايه واطية. كل شيء ازرق بيكون بارد، كل شيء احمر بيكون ساخن. مين بيعطي للتاني؟ الكور شو هي بتعطي حراره للكور فروا، شفتوا كيف تعطيها حراره؟ بتضل الشو تعطي حراره للفروا لحتى هي شوي تبرد، يعني هي بتكون خسرت حراره، بردت نطفه صغيره، اما الفروا بيكون ربح حراره، صح ولا لا؟ ليكو التمبيراتور هون كيف تعلى؟ ليكو التمبيراتور هون كيف صغرت؟ يعني انا ايدي ساخنه
عم حطيت ايدي على ايد رفيقتي اللي كتير بارده، بضل اعطيها حراره لرفيقتي لحتى ادفيها. بس معقولة اعطيها حراره لدرجه انها تصير اطفى مني؟ اكيد لا. مثلا انا معي 20,000، بدي اعطي لرفيقتي منهم مصاري، فيني اعطيها 30؟ لا، فيني ضل اعطيها هي تصير معها اكثر مصاري اكثر مصاري اكثر مصاري لحتى تصير قدي، يعني فيني يكون انا 10 وهي 10 مثلا. بس هل ممكن هي تصير 30 اكثر مني؟ اكيد لا، ولا ممكن انها تصير عندها اكثر مني ابدا. كل شيء انا بعرفه انه انا هون كان عندي تمبراتور هوت، عطت للكور فروا فطلعت التمبراتور تبعت الكور فروا، وبالتالي شو عم بيصير؟ انا نزلت التمبراتور اللي عندي هون والكور فروا، ممكن نوصل لدرجه يكون عندي انا وياه نفس التمبراتور، بس مستحيل الكور فروا يحصل على تمبراتور يصير اعلى مني قبل. اوكي، فاذا الكور شروا فروا هو الكور شو هو بيعطي تمبراتور، هو بيعطي شالور للكور فروا. هذه تاني فكره لازم تكتبوها، شو بيعطي للفروا، هلا شفناهم بعيننا. طيب تعالوا نشوف هيدا الاكزامبل، حطيت هون كور شو احمر كور فروا بارد، ليكون الاجيتاسيون دي بارتيكول قد ايه قويه، ليكون هون الاجيتاسيون قد ايه بطيئه. طيب لما دقيتهم ببعضهم الحامي بده يعطي للبارد، ليكون شفتوا كيف عطى، فصارت الاجيتاسيون بتاعت البارد منطقيه. نفس الشيء هون حطيت ايدي على قالب ثلج، ايدي ساخنه وقالب الثلج كثير بارد، الاجيتاسيون هون تري رابيد، الاجيتاسيون هون تري لانت. حطيت ايدي صرت انا بدي ذوب الثلج، يعني عم بعطي حراره للثلج لانه انا الشو. فطلعوا بالثلج، بالثلج شو حيصير فيها؟ بلشت اعطيها حراره لحتى الثلج بلشت تدوب شوي شوي، ايدي سقعت متفه لانه انا عم بخسر حراره، والثلج بلش شو يصير فيه؟ ياخذ حراره. طلعوا شو حيصير فيهم هلا؟ هون جبت اكزامبل كبايه، هون صرت عم بحكي عن ليكيد. اوكي، انا هلا بدي طمش اكزامبل الليكيد لانه هيدا صار عم بحكي عن كونفكسيون. هون ليكو كيف تنتقل الحراره بقلب الكونفكسيون. اوكي، تنتقل الحراره بقلب المي، حطيت مي بارده مي ساخنه. هون ريونمون، كيف الشمس بتعطينا حراره، هيدي ريونمون، بس هيدا مشان تشوفوا الاكزامبل بسيط كيف بيكونوا، هيدي كوندكسيون هيدي كونفكسيون هيدي كي ريونمون. اوكي طيب، هيدا كورشو انسان مثلا، هيدا الانسان اذا جيت انا لشوف بدي اشوف البارتيكول بقلب جسمه، مين بيعطي حراره للانسان؟ الشمس. هيدي الشمس كتير ساخنه، لهو كيف تعطي ريون خيوط ريون اشعه، تعطينا اشعه الشمس وفورم ريون ما، هيدي مش كوندكسيون. لا، وهيدا الاكزامبل هيدا تاع كبايه المي كمان مش كوندكسيون، كونفكسيون. وهيدا هيدا بس الكوندكسيون لما بيكون في عندي ثلج كور سوليد وايدي كور سوليد. انا هلا ما كتير حاهتم بهيدا موضوع الريون ما، بس كنت عم ورجيكم فكرة الكوندكسيون. اوكي، فاذا هيدي الفكرة بتاعت التلج هي اخر فكرة فينا نحكي عنها، هيدي كوندكسيون هيدا كور سوليد وايدي كور سوليد، ايدي شو وهيدا فروا، شو عطى للفروا صار في عندي عملية انتقال حرارة ترانسفير دو لا شالور، فصار عندي كوندكسيون، ايدي بتخسر شوية حرارة فبصير تبرد نتفة صغيرة والثلج بصير يدوب لأنه ربح حرارة. هون بتصير الأجيتاسيون تري رابيد لأنه إيدي ساخنة، هون الأجيتاسيون تري لونت لأنه باردة. لما بعطيها حرارة شوي بتصير تتحرك الأجيتاسيون، مثل هيدي الرسمة مثلا اللي شفناها قبل، طلعوا فيها هيدي رسمة كتير بتساعدكم إنكم تفهموا الموضوع. طلعوا كورشو وهيدا كور فروا، أوكي دقيناهم ببعض، جبنا ميكروسكوب، الكورشو عنده أجيتاسيون كتير سريعة، الكور فروا عنده أجيتاسيون تري لونت كتير بطيئة. طب لما دقيتهم ببعضهم واحد بده يعطي للتاني، ليكو شو بلش يعطي للفروا، فبلش الفروا شوي يطفى، فبلشت الأجيتاسيون شوي تتحرك، بطلت لونت مثل الأول. أوكي، فإذا هدول هن الإكزامبلات اللي أنا كنت حابة تشوفون عن الكوندكسيون، كيف تنتقل الحرارة من الكورشو للكور فروا، كيف الأجيتاسيون، هدول بعتقد بكفوا إنكم تفهموا موضوع الكوندكسيون. Merci beaucoup.